أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الإمارات تستنكر بشدة الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا. وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش يقول إن العالم العربي والإسلامي يواجه تحديا جسيما في محنة القدس الشريف. والشرعية اليمنية تسيطر على إحدى مديريات محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. بيتكوين تواصل الارتفاع الجنوني مسجلة مستوى قياسيا جديدا فوق 13,000 دولار أمريكي. وعلماء أمريكيون يبتكرون روبوتات يمكنها التنبؤ بالمستقبل، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا البصرية.